بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في جزيرة بالي في فندق سينس في مدينة سيمينياك، أو بالأحرى شارع سيمينياك. نصور غرفة من نوع ديلاكس كولاكسس، يوجد فقط نوعين من الغرف على المسبح مباشرة، والبقية على الحديقة. هذه الغرفة على المسبح، طبعا نفس الحجم كل شيء، فقط الإطلالة. الفندق، الميزة الفندق انه قريب من البحر، يعني دقيقتين وانت في البحر، تمشي مش للبحر. ايضا يوجد مطعم حل وراقي صراحة، هو ماليزي، مطعم ماليزي لكن هادي يعني. وايضا يوجد المول قريب منه، الفيليج سيمينياك فيليج، مول كبير حل، يعني الخدمات متوفرة لقريبة للفندق، أيضا قريب للبحر. مساحة هذه الغرفة ديلاكس 28 متر مربع، طبعا الأطفال أقل من 5 سنوات مجانا مع الإفطار إذا شاركوا الآباء نفس الغرفة. السرير الإضافي طبعا غير مجان، يمكن إضافة السرير الإضافي لكن غير مجان، يتم دفع مبلغ السرير الإضافي. يوجد في الغرفة ثلاجة صغيرة، ويوجد فيها صانع للقهوة، وأيضا يوجد فيها تلفزيون، ويوجد هنا طبعا مدخل دورة المياه، باثروم، مغسلة، يوجد شطاف. كما قلنا هذا الفندق قريب من الخدمات، 4 نجوم، مستواه جيد جدا إلى ممتاز. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا.